فينا الساعة واحدة، لو وصلنا لهون شي ساعة يعني شي 8 ساعات أكلت الطريق. وقت ما اشتدت الحرب وصار القصف قوي كتير، ساعتها بلشنا انه على الساعة 12 ونص تقريبا، 12 ونص بلشت الضيعة خلص، انه ما عادش نحمل القعدة فيها، حطينا اغراضنا على السريع ومشينا. صعبة على العالم كله مش بس علينا، قد ما فيك قد ما بدك في بشر وفي خلق وفي عالم، واللي كانت كانوا عم يبعثوا، اللي ولدت على الطريق واللي غمي على الطريق واللي ضاع على الطريق وشو ما صار فيهم، بس الحمد لله رجعنا نحن وصلنا وهيانا بخير وما صار علينا شيء، والله يحمل اللي بقيوا. نحن الكبير يعني بتحمل كيف تعب ومشقات وهيك، بس كرمال يعني ابني عنده طفل صغير، بس كرمال هيك يعني كل الحروب بقينا بالضيعة، عرفتي كيف؟ بس هلا يعني كرمال هالاطفال بس يعني قررنا الفعل، عرفتي كيف؟ وانا ما يعني انا ما كنت بدي ما بدي اترك الضيعة، يعني ما بدي فعل، عرفتي كيف؟ بس العيلة وابني وعنده مدامته وطفل صغير، بس كرمال هيك القعدة مش سهلة. نحن قاعدين بمدرسة، القعدة مش سهلة، مش الكل قادر يفتح بيوته، مش الكل قادر يستأجر بيوته، مش الكل قادر يمد ايده على الجيبة ويروح يشتري اكل ويروح يشتري اللي بده اياه. فعنا كذا مطرح اجى لهون عم خلعوا لنا الباب وفوتونا، ظهرنا مثل ما نحن، وحتى تيبنا ما جبتهم معنا. ما فيش انسان الا ما بخاف، اللي ما بيخافش اكيد بيكون بلا عقل يعني. يعني اسرائيل من يوم عدو، عرفتي كيف؟ يعني ما بتفرق لا مدني لا اطفال لا شيء، عرفتي كيف؟ يعني كل عمره عدو اسرائيل.